بالامس يمكن كلنا شفنا انطلاقه بدايه الدوره 36 لمهرجان القاهره الدولي السينمائي، والمفروض ان المهرجان ده هيستمر من 9 نوفمبر ل 18 نوفمبر. بيشارك في المهرجان العديد من الدول العربيه والاجنبيه، وخلينا كمان نقول ان هو تحت اداره جديده برئاسه الناقد السينمائي الاستاذ سمير فريد. وعشان نعرف اكتر ايه الفعاليات اللي هتبقى موجوده في هذه الدوره، الافلام المشاركه، اخبار تنظيم هذا المهرجان ايه، سعيد ان يكون معايا النهارده منورني في الاستوديو الاستاذه ياسمين كفافي رئيسه قسم الفن في جريده الجمهوريه. صباح الخير. صباح النور. طيب طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن حفل الافتتاح الخاص بمهرجان القاهره السينمائي امبارح. في دوره افتتاحه كان في العديد من الانتقادات حول الاخراج المسرحي لهذا الحفل، وايضا انتقادات حول تنظيم حفل الافتتاح، خاصه لان احنا انا وانت كنا لسه بندردش انه الميزانيه كانت معقوله 16 مليون جنيه بالظبط. فعلى هذا الاساس المفروض على الاقل حفل تنظيم الافتتاح او تنظيم حفل الافتتاح يبقى بشكل مختلف شويه. والله هي اول مشكله كانت امبارح كان المكان المفتوح واحنا في شهر نوفمبر، ومحت القلعه كان المكان شديد البروده، وانت المفروض ان احنا بنكرم فنانين كبار في السن، وكان في ناس كبار قاعدين، يعني عامه المكان كان شديد، اي حد كبير صغير كنا هنموت من البرد، ليترالي هنموت من البرد. المهرجان الفكره ليه احنا بنقول ان احنا يعني ممكن نكون متسامحين، المهرجان اتاجل سنه ما كانش فيه اسباب يعني قهريه، السنه دي كانت المفروض لاعاده تنظيم المهرجان، اذا انت عندك سنتين يعني من السنه اللي قبل اللي فاتت بتوضبي، لما يبقى في فرق يعني هم ما قدروش يعملوه في الاوبرا في المسرح الكبير اللي احنا متعودين عليه، المكان الكويس اللي بيبقى فيه حتى مكان للاوركسترا تتحط، يعني لو اتكلمت فنيا ان الاوركسترا العظيم السيمفوني اللي كان موجود امبارح وفي ناس اجانب وناس كبار كان مرمي ورا المسرح ورا خشبه المسرح، فالناس يعني حتى ما فيش اي اللي قاعد مش فاهم اذا كان الموسيقى دي بلاي باك، فما بالك بقى اللي هو اساسا بيصور يعني الحفله وهي متصوره، ما حدش خد باله من الاوركسترا العظيم ده لان المكان هناك مش مجهز لكده. فالاوبرا في دلوقتي المهرجان الموسيقى العربيه، يعني انت قاعد سنتين مش عارف تظبط اليوم ده مع اليوم ده. طيب انا بقى عندي كذا تساؤل كده يا ياسمين، كويس ان احنا موجودين مع بعض عشان ندردش فيها. اول حاجه احنا كل سنه بنشتكي من انه حفل الافتتاح دايما مش متنظم. تمام. حضرتك قلتي ان احنا قعدنا سنه المفروض بنجهز بالظبط، احنا ليه بنبتدي كل مره من الصفر؟ ليه ما بنبتديش على اللي احنا عملناه مثلا السنه اللي قبليها ونعرف ايه المساوئ وبالتالي ايه نعدل بس هذه المساوئ؟ دي نقطه. النقطه الثانيه انت قلتي انه ما ينفعش يتعمل في الاوبرا علشان مهرجان الموسيقى العربيه. بالزبط. قبل كده من كام سنه كان عندنا مشكله كنا كلنا بنصور من خلال شاشات التلفزيون انه كان هذا مهرجان القاهره السينمائي الدولي بيتعارض مع مهرجان دبي. بالزبط. وبالتالي ما فيش فنانين بيجوا وكده، المشاكل دي كلها ليه ما بناخدش بالنا منها اول باول؟ دايما بحس والله يعني انا دايما بحس ان دايما في مشكله اللاست مينيت، احنا دايما في مصر عندنا القضيه دي ان انا دايما في اخر لحظه في اخر ثانيه ابتدي اخد بالي من الحاجات دي، رغم ان دي اهم حاجه. يعني الناس بتبقى عارفه النهارده ان في مهرجان دبي قبلها بسنه وبيحضروا بتعزمي الفنانين الاجانب، المهرجان كان يفتقد ما فيهوش فنانين اجانب خالص. انا سالت استاذ سمير قال لي ان كان في ناس فيه بعض الناس عليها مآخذ امنيه، مثلا ناس من ايران او من تركيا وناس ثانيين خافوا يجوا عشان خاطر الامن. المفروض ان انا بقالي سنه بعزم الناس واطمنهم على مصر وبقول لهم ان الدنيا امان. خلي بال حضرتك هو ايه الهدف من اقامه مهرجان؟ بالظبط. ايه الهدف ان احنا نوصل كل الفلوس دي؟ خلي بال حضرتك كلمه مهرجان انا ليه اسيا شويه السنه دي مع المهرجان، ان هو مهرجان القاهره الدولي وليس الاقليمي او المحلي. انا سعيده جدا طبعا بوجود الفنانه يسرا والفنانه ليلى علوي منورين، الفنانه بشرى، ولكن اين الفنان العالمي اللي هيبينني انا قدام يعني اللي هتسلط عليه الكاميرات اللي بره، اللي تقول مثلا ريتشارد جير زي ما كان سنتها موجود، سلمى حايك، الناس دي ليها كاميراتها. وكان بيطفي بريق على هذا المهرجان. اي مهرجان هو ده المهرجان الدولي، حفله الافتتاح حتى كان رغم عظمه الافلام اللي جواه وانها افلام ذات نوعيه محترمه وكل حاجه، لكن النجم اللي بيجي في حفل افتتاح ده اي بي سي اي مهرجان. فما ينفعش انت تيجي قبلها بيوم تقولي لي والله اصل حصل مشكله. طب ما انت كنت فين سنه ونص؟ هل يعني هم فعلا وجهت الدعوه للعديد من النجوم مثلا واعتذروا قبل الافتتاح؟ اللي اتقال لي بشكل جنرال ان كان في ناس اعتذرت خافت من يعني امنيا خافت، وفي ناس اصلا اعترض انها تيجي مصر.
في الحالتين انا مش شايفه ان كان في اسماء اتقالت اصلا ويعني اسماء معينه ما تقاليش اسماء سبيسيفيك ده فلان ده خاف. خلي بالك ان السنه اللي قبل اللي فاتت كنا بيبقى في كنا بنهتف يسقط حكم المرشد في الـ في الـ في الاوبرا وكان الضرب بيننا وبينه خطوتين وكنا مستحملين وكنا والناس كانت موجوده حتى لان ما مشوش. في ناس يعني مش عيب ان يكون عندك ظرف او يكون عندك حاجه اللي الناس يعني تتفاعل معاها حتى ان احنا نخوف الناس ان في حاجه في البلد ما فيهاش حاجه ما احنا كويسين اهو قاعدين ما فيش حاجه بالظبط بس انت ما عرفتيش تسوقي ده سنتين. انت ما عرفتيش تقولي ان انا بلدي كويسه بقالها سنتين اعتمدتي على حاجه. وبعدين انا شايفه برضو ان في المهرجان ممتلئ بالصحفيين اللي من بره لجان التحكيم ما فيهاش فنانين قوي العمليه بقت صحفيه قوي بقت يعني زي ما بنقول دراي كده ما فيهاش النجوم ما فيهاش دي انا هم. كنت بدرتش مع يعني رضوى صالح وهي من فريق الاعداد اللي جهز الفقره ديت وكنا بنتكلم انه كمان ده في اسبوع للنقاد بالظبط يعني في يعني وده يمكن بسبب ان الاستاذ سمير فريد مهتم اكتر بالصحافه ومهتم بالنقد ده في رايك بالظبط يعني انا المهرجان طول عمره كان بيبقى فيه شق يعني رئيس فنان وزي عمر الشريف كان لازم يكون في لازم استعانه بفنان يقدر يكون له علاقات عالميه ودوليه يقدر يجيب لك فنان تاني ويقنعه لانه بمجرد ما بيرفع السماعه معاه حتى لو الدنيا فيها ايه هو بيصدقه. هو واضح ان ده ما حصلش. ان مهرجان القاهره السينمائي ده يا جماعه مهرجان بصفه دوليه ده مش سهل يعني المهرجانات الاخرى اللي بتتعمل في الدول الاخرى ما عندهمش هذه الصفه الدوليه. احنا اقدم مهرجان في المنطقه زي ما السينما بتاعتنا اقدم سينما في المنطقه ولكن احنا ما بنعرفش نسوق لده كويس. خلي بالك حتى حفله افتتاح افتقرت لفقره فنيه ازاي مهرجان سينما الديكور بسيط انا مش ضد مش بحب مش لازم الديكور يكون يعني محدش ضد الديكور البسيط والنهارده هي بتبقى فعلا شاشه ممكن تنزليها اللي انت عايزاه من على الكمبيوتر لو عايزه تطلعي مايكل جاكسون زي ما طلعوه هو ميت ويطلع من خلال الشاشه ولكن فين السكتش الفني لما تشتغل طول البتاع اغنيه 100 سنه سينما واحنا لسه هنقول اغنيه 100 سنه ما احنا سمعناها بقى لنا 100 سنه بنسمعها كان في يعني مش عارفه انا حسيت ان فعلا كان في فقر في حفله الافتتاح. خلي بالك ان حفله فقر فني فقر فني اكيد طبعا انا بس الحاجه الوحيده اللي كنا حاسين فيها بامان ان فعلا انا دايما كنت يعني اي غلطه للشرطه بننقدها ولكن فعلا امبارح الشرطه كانت مامنه المكان كنا حاسين بامان اي شنطه كانوا بيلاقوها كانوا يعني برضو دي لازم تتقال لحق ان المكان كان متامن امنيا كنا حاسين بالامان جوه وده الحاجه اللي كنا عايزين نوصلها يعني احنا اهو حضرنا الحفله وكان في ناس خايفه كان في ترديد يقول لك لا ده ليس يكون الاوبرا مش متامنه طلعت اشاعه كده ان الاوبرا الناس ما عملتش فيها الحفله عشان مش متامنه لا مش خاطر فيها مهرجان علشان فيها مهرجان اخر ما تقلش. طب خلينا ننتقل لنقطه اخرى دايما احنا كنا كل سنه بنستنى بوسترات مهرجان القاهره السينمائي وكانوا دايما بصراحه بيعملوا تكوينات مختلفه يمكن في الاواخر لغايه قيام ثوره 25 يناير كانوا بداوا الموضوع يبقى ارتستيك او فني او البوستر تحس انه فيه علامات مميزه. السنه دي اختاروا بوستر عليه صوره الفنانه ناديه لطفي يعني ناديه لطفي وهي اكشلي هي مش صورتها هي مجرد عينيها من فيلم ابي فوق الشر. رايك ايه في هو على فكره كان في مهرجان في السينما العربيه في باريس في لا مالمو اظن من 3 4 لا يا ربي في باريس من 3 4 سنين وكانوا واخدين عينين الفنان نعيم عارف وكان نفس البوستر ده فانا مش شايفه ان هو في اي يعني اسهل حاجه في الدنيا نجيب عينين فنان يعني فين يعني انت اولا دوله فرعونيه وعندك على لو خدتي الكاميرا بس مش عايزه منك اكتر من كده نزلتي اي متحف وخدتي صوره ونزلتيها على فين فين المصريه في الموضوع اولا فنانه مع احترامي ليها طبعا وهي اعظم فنانه فنانه شقره انا لو شفت المنظر ده وانا خوريه او انا هفتكر ان دي مثلا برجيت باردو فاهماني يعني هي حتى يعني هي كمان وشها مش واضح قوي بالنسبه للناس لا باين للمصريين هي مين ولا باين للاجانب اللي دي واحده مصريه بالنسبه للاجانب هم مش عارفين مش حتى مش عارفين هي حتى يعني اللي اخترنا عليها ولكن هل اداره المهرجان قررت مثلا انها تحط صورتها كتكريم ليها مثلا ما انا بقول لحضرتك التكريم حاجه يعني كرمي زي ما حضرتك عايزه يعني هي الفنانه الراحله ماني فاخر دي هتتكرر في فرق يعني بيبقى الفن ده تركيبه انت بتحطي شعار المهرجان مع حاجه من رمز البلد مع حد مكرم مع شكل مصري انا مش شايفه ده في انت طلعي لي كل ده من البوستر مش هتلاقيه المفروض ان الفنان بيبقى يعني الفنان البينتر اللي هيعمل الشعار ده او السلوجن ده يبقى واخد الحاجات دي كلها في دماغه انا مش شايفه غير ان يعني حاجه زي ما بقول لحضرتك برده فيها فقر فني اللي خد نعيم عاكف خدها بوشها المصري قوي وكانت لابسه اللبس بتاع فيلم اللي هو كانت عاملاه مع رجل اعتقد من اغنيه تمر حنه تمر حنه لابسه هي كانت عامله الكاستم ده فده مصري قوي وعينيها المصريه وشعرها الاسود الفاحم ده لو حطيتيه في باريس فعلا الناس بتبص كانت بتقف تتفرج هي مين دي لكن احنا يعني انا مش شايفه برضو ان عيون مع عيون في الستينات مع شعر اصفر له اي علاقه بمهرجان القاهره.
طيب نتكلم دلوقتي عن، احنا عارفين ان كل سنه في دوره المهرجانات بيكرموا فنانه راحله، وتم اهداء السنه دي الدوره للفنانه الراحله مريم فخر الدين. خلينا نقول انها من نجوم العصر الذهبي، مثلت اكثر من 200 فيلم من سنه 1951 وحتى اعتزالها سنه 2009. دي تعتبر لفته كريمه من اداره المهرجان، ولكن هل انت شايفه انه بس عرض كليبات او بس فكره ان هنكرم الفنانه مريم فخر الدين ده كافي؟ بصي، هو انا يعني تكريم الفنان بعد رحيله انا ما يعني هي حاجه كويسه طبعا ولفت عظيم المهرجان، ودي دليل برضو ان المهرجان بيعمل حاجات في اخر لحظه، ان هي لسه متوفيه بقالها يومين. فتكريم فنانه مريم فخر الدين بعرض اجزاء من افلامها، يعني هو ده اقصى حاجه ممكن نعملها الفنان راحل، ولكن تكريم الفنانين اللي عايشين اعتقد ان احنا لازم نعمله اهم، يعني اكثر اهميه من تكريم الفنانين الراحلين. دايما نقول ما نستناش لما الناس تموت عشان نكرمهم. بس هل عندك معلومات عن لجنة التحكيم السنة دي في المهرجان؟ لجنة التحكيم الدولية يعني الفنانة يسرى، هو زي ما بقول لحضرتك هي الاختيارات كلها جيدة، ولكن كان لازم يكون في نجوم أجانب. يعني مع احترامي للفنانة يسرى الفنانة ليلى علوي، في وجود المرأة مكتفي، ولكن كان لازم يكون في فنانين أجانب يكونوا موجودين في اللجان دي عشان يقدروا يعني يبقى ليهم نظرة أو رؤية مختلفة. يعني دايما طول عمر اللجنه الدوليه لازم يكون فيها فنانين اجانب، انا مش عارفه ليه السنه دي ما فيهاش فنانين مشاهير اجانب. بس هو السنه دي المفروض اللي هو عام السينما اليونانيه، فالمفروض ان هو تم استضافه العديد من الفنانين الاجانب شويه، ولا انا ما شفتش امبارح حد فنان عالمي، وما ظهرش حد على المسرح. يعني انا ما شفتش ده امبارح، ما شفتش اي حد على المسرح اللي كانوا موجودين بقى. وبعدين زي ما بقول لحضرتك يغلب عليها الطابع النقاد والصحفيين والمنتجين، الثلاث فئات دي ما هياش ستارز، ما هماش ليهم لينك مباشر مع حفله الافتتاح بالذات. خلي بال حضرتك دي حفله يعني بتتشاف على الشاشات. ليه؟ لانها المفروض المهرجان، لما حتى مهرجان كان لما بنقول بيجيب توم كروز مثلا ما بيبقاش له حتى فيلم ولا عمره خد جايزه في الاوسكار، ولكن هو بيبقى جاي ضيف شرف. ضيف شرف ليه؟ لان حفله الافتتاح دي المفروض ان انا بشوفها وانا متخصصه، وحضرتك بتشوفيها وانت متخصصه، وبيشوفها العامل البسيط ملوش اي علاقه بالسينما، وبيشوفها المشاهد العادي. فلازم تديله حته يعرفها هو، ما تترفعيش عليه. برضو التقديم، عشان نقول الفنان اسر ياسين كان صعب قوي في امبارح في الجو ده انه يقدم الحفله لوحده، احنا متعودين دايما يبقى في نجم ونجمه بيقدموا الحفله، يساعدوا بعض. يساعدوا بعض اولا عشان كمان عشان الريتم ما تناميش، يعني ما تفضلش حد عمال يقول الليسته يقراها يقراها يقراها، هو مش مذيع. طيب احنا كمان في حاجه مهمه جدا، مئويه هنري بركات. كان في اثنين اونري، هو هنري بركات والمخرج الفرنسي اونري فولار او فولا اونري فولا، فهما الاثنين كانوا هنري يعني اونري. طبعا حاجه عظيمه ان احنا نكرم حد في مئويته، او نتذكر ان مرور 100 عام على ميلاد فنان، ودي لقطه دي فعلا عجبتني، يعني دي كانت حاجه كويسه. الفنان هنري بركات هو عالميا مكرم، يعني احنا قبل ما نكرمه في مصر وناخد بالنا منه فيلم زي الحرام دعاء الكرام. بس يعني متاخر قوي ان احنا بدانا دلوقتي ان احنا يعني ننتبه لعظمته في السينما. لو بياخد حقه على مدار حياته بتبقى دي تكمله المشوار، يعني انت زي شارلي شابلن، الناس بتحتفل بمئويه شارلي شابلن، هل هو النهارده بس الناس فاقت ان هو شارلي شابلن؟ لا، هم طول حياته بيتكرم، والنهارده بمناسبه 100 عام. هو هنري بركات زي ما بقول لحضرتك هو سافر بره ودخل في مهرجانات كتير، واسمه معروف دوليا، يعني تكريمه في مهرجان دولي حاجه عاديه يعني. يمكن اخيرا قبل انتهاء وقت فقرتنا عايزين نتكلم عن سينما الغد، دي اول مره تتعمل السنه دي في مهرجان القاهره السينمائي، وهو من خلال سينما الغد بيتم عرض مشاريع التخرج للطلبه. دي حاجه كويسه قوي، يعني كنا دايما بنقول ان يعني كان في فقره من سنتين لتخصيص مبلغ لجائزه العمل الاول او اللي هي سينما الغد او زي ما تطلق عليها، يعني دي اهم حاجه، لان النهارده الكيانات الكبرى حتى لو اخذت جائزه، ده اللي كنا دايما بنقوله، النهارده لو خدت جائزه 200,000 جنيه هي قد تبدو لحضرتك مبلغ كبير، ولكن لشركه كبيره زي الشركات اللي في مصر اللي بتنتج فيلم مثلا بيعدي ال 14 مليون دول ولا حاجه، هم بس تكريم. لكن لما تدي ال 200,000 جنيه دول لشاب صغير في بدايه حياته هيقدر يعمل منها 3 4 افلام. فدي اهم حاجه، خلي بال حضرتك ان الحسبه بتبقى كده، يعني في ايران بينتجوا في السنه 1000 فيلم، من 90% من الافلام دي وجوه جديده وسينمات جديده، بتاخدي افكار جديده، بتجيبي اولاد. هو ده المطلوب، ان احنا نبتدي نضخ دم جديد في الصناعه الشباب. في صناعه المصريه. استاذه ياسمين كفافي رئيس القسم الفني في جريده الجمهوريه، نورتيني النهارده. نتمنى ان يكون كل النقاد وكل المهتمين بالسينما يكونوا يعني تابعوا الفقره، وابتدوا شوفوا على الانترنت موعد
مواعيد الافلام، واعتقد ان كل الافلام هتبقى مجمعه في دور عرض واحد وهي دور عرض الاوبرا. كده تكون خلصت كل فقراتنا النهارده وخلص برنامجنا. استنونا بكره وفريق عمل جديد ونهاركم سعيد ان شاء الله.